بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح نناقش بالتايم ديفيجن ملتيبلكسنج عشان نفهم شنو هذه التقنية وأهميتها في نقل المعلومات وكيفية استثمارها في تقليل المقدار أو الاستفادة من الباندويث أو ما يسمى عندنا بالسيفينج باندويث. النقطة رقم واحد، عندما يكون عندي مجموعة من السيجنالز، عندما يكون عندي مجموعة من الإشارات وأريد أنه أرسلها خلال شانل واحدة، يعني الفكرة الأولية أو خلينا نسميها الفكرة ابتدائية أنه كان عندي مجموعة من الإشارات كل إشارة أرسلها بشانل خاصة بها، لكن هذا المبدأ خلينا نسميه مبدأ غير نوت إفكتيف على أساس الباندويث، باعتبار أنه أنا كل إشارة لازم أنه أرسلها بشانل خاص بها. لكن عندما يكون عندي فقط شانل واحد وعندي مجموعة من الإشارات، المبدأ أنه أنا أنقل هذه الإشارات كلها خلال نفس الشانل بما يسمى بالتايم ديفيجن ملتيبلكسنج. إذا هسه المبدأ الأولي، تعريفنا الأولي للتايم ديفيجن ملتيبلكسنج، أنه تكنيك لنقل المعلومات أو لنقل السيجنالز، هو عبارة عن ترانسميشن تكنيك، عملية تقنية نقل معلومات قائمة على أساس من اسمها تايمينج، تقسيم الزمن، أنه أنا عندي مجموعة من الإشارات راح أنقلها بشانل واحدة لكن على أساس تقسيم الزمن. زين، غالبا ما يتم استخدام الإشارة مالتي بعد ما أنه أجري لها سامبلينج، أستخدم مبدأ الفلات توب على المتولد البلس امبليتود موديليشن. هذه الإشارة البلس امبليتود موديليشن غالبا ما يكون أكو مسافات ما بين السيجنالز وما بين المنطقة اللي أخذ معها عينة. يعني خلي أفترض أنه أنا عندي سيجنال مالتنا، أنه مثلا هذه هي السيجنال، هذه السيجنال مالتي، خلي أفترض أنه هذه هي السيجنال اللي بعد ما أنه أنا جريت لها عينة حولتها او يعني اجرينا لها عمليه تحويل بعد السامبلينج، حصلنا على البالس امبليتود موديليشن. هذه راح تصير مثلا عينه بهذا الشكل، هذه المنطقه، هذه العينه الاولى، راح تصير عندي عينه ثانيه، هذه عينه ثانيه، هذه انا عندي سامبل ثالثه، انا راح يكون عندي سامبل رابعه وهكذا. طيب هذه البالس امبليتود موديليشن، البالس مالت اللي هنا أنا. هذه الأرض مالتها تاو، هذه المناطق البيضاء مناطق غير مشغولة، يعني بالتالي أنه أنا يعني صار عندي أنه هذه Pulse Amplitude Modulation، عندي Signals، هذه Signal هي الأصلية مالتي X of T، دخلتها على Sampling، أخذنا عينات، حصلت على Pulse Amplitude Modulation. هذه الفراغات اللي موجودة كيف راح أستغلها حتى أجري عملية إشغال للباندويث مالتي؟ اللي جاي يصير عندي هنا انه السامبل بلس امبليتود موديليشن ويف فورم غالبا ما تكون اكو مناطق بها اوف. هسه هذه هنا عندي اون، هذه اوف، اون اوف، اون اوف. زين، اغلب هذه المناطق الاوف راح تكون هي مناطق غير مشغوله، هسه فادنا عندها. طيب خلال هذه الفترات اللي هي نسميها الاوف بيريود، الشانل يمكن انه انا استخدمه لارسال عينات من اشارات اخرى. يعني فرضا لو كان عندي مثلا تو سيجنالز، خلينا نفترض انه انا عندي سيجنالز الاولى، هذه سيجنال، وخلي اخذ سيجنال ثانيه، هذه سيجنال ثانيه، هذه خلينا نسميها الاكس 2، هذه تمثل مقدار قيمه الاكس 1، هذول اشارتين. اوكي، هذول اشارتين عندي شانل واحد اريد انه ارسل الاشاره مالتي، فحتى انه استغل الشانل مالتي بشكل صحيح راح ابدي اخذ عينات من الاشاره الاولى، راح ابدي اخذ عينات من السيجنال الاولى. يعني راح اخلي مثلا العينه مالتي هذه سيجنال البلس الامبرس الاولى، اخذ بلس هنا، اخذ بلس هنا، اخذت عينات السيجنال الاولى بهذا الشكل. السيجنال الثانيه باعتبار راح يصير عندي انه اشغال بالاوف تايم، فراح اخذ عينه بهذه المنطقه، عينه بهذه المنطقه، عينه بهذه المنطقه، عينه بهذه المنطقه، واخذ فرضا لو كان هذا بهذا الشكل، بهذا الشكل فرضا، اخذ عينه بهذا المنطقة. فبالتالي عملية الإرسال مالتي راح تكون على هذا الأساس، أنه أنا أستغل المناطق اللي هي تمثل مناطق الأوف تايم، هذه المناطق، هذه نسميها الأوف انتربل أو الأوف تايم، أستغلها لإرسال أكثر من سيجنالز. طيب خلي أخذ بلوك دايجرام، يعني طبعا هذا هنا المبدأ مالت الانتربل سامبل اللي هو قائم على أساس إرسال أكثر من عينة زين خلال شانل واحدة، هو نسميه بالتايم ديفيجن مالتيبلكسنج. طيب خلي اخذ هسه هنا
البلوك دايجرام الخاص بالتايم ديفيجن مالتيبلكسنج خلي اشرح عليه وخلي نشوف شنو اللي المبدا الاساسي مالتنا. هذا هو البلوك دايجرام للتايم ديفيجن مالتيبلكسنج. راح افترض هنا انا عندي مجموعه من الاشارات، عندي اكس 1 اكس 2 اكس ان، كل وحده اول خطوه كل وحده من هذه الاشارات راح امرها خلال اللوباس فلتر. وظيفه اللوباس فلتر هذا، هذول اللوباس فلتر كلهم هذولي، الاشاره الاولى مررتها على لوباس فلتر، الثانيه الثالثه، اولا وظيفتهم انه اولا اجري عمليه باند ليميتد للسيجنال، ثانيا اتجنب مبدا الليزنج، لذلك نسميهم دولي انتي الليزنج فلترز، هذولي نسميهم انتي الليزنج فلترز. وظيفتهم انه يسوي عمليه باند ليميتد، يحدد لي السيجنال مالتي زين ويضمن انه عدم تداخل الاشارات. طيب هذه الاشارات هسه كل واحده من عندهم راح اجي اجمعهم عن طريق كوميليتر سويتشنج. هذا هنا أنا اولا ياخذ مثلا عينه من السيجنال الاولى، خلي افترض العينه من السيجنال الاولى راح اخذها، اخذنا عينه بهذا الشكل، انتقل للسيجنال الثاني راح ينتقل لسويتشنج زين، طبعا هذا ب اف اس، هذا هنا السويتشنج راح ينتقل ياخذ عينه من السيجنال الثاني اوكي، ينتقل بعدها السويتشنج راح ياخذ عينه من سيجنال ان اوكي زين. هذول هسه العينات مالتنا راح يجي هنا يمرر خلال بارس امبتود مودوليشن، باعتبار صار عندي مجموعه عينات، فراح تكون العينات مالتي الواصله هي العينه الاولى، العينه الثانيه، العينه الثانيه، وعندي العينه ان، هذه باعتبار هنا عندي العينه ان اوكي، راح ينقلهم خلال الشانل. هسه هذول مجموعه عينات، هذول العينات اللي راح ينقلهم خلال الشانل راح توصل لنا بعدين للبارس امبتود مودوليتر. هذا هنا عندي بارس امبتود مودوليتر باعتبار السيجنالز اللي عندنا، اخذنا عينات حولناهم للبارس امبتود مودوليتر، نقلناهم خلال الشانل، بعدها وصلت البارس امبتود مودوليتر، هنا راح يكون عندي ديكوموليتر، الاشاره اللي وصلت للبارس امبتود مودوليتر انه نفس السيجنالز اللي انا ارسلتهم راح يوصلن بشكل تتابعي، يعني راح توصل السيجنالز الاولى، توصل السيجنال اللي بعدها، توصل العينه الاخيره اوكي، مثل ما انه تم ارسالهم يوصلون زين. بعدهم هسه ذولي هنا راح يكون عندي هذا الديكوموليتر، طبعا هنا عندي حال سايكونايزيشن ما بين الكوميتيتر وما بين الديكوموليتر زين، او سويتش كوندي سويتشنج بيناتهم حال سايكونايزيشن حتى اضمن انه ما يصير عندي عمليه تداخل، اضمن ما يصير عندي عمليه خلينا نقول انه اوفرلابينج زين. كل السيجنالز هذه مالتي هسه راح تمر على بعدين لوباس فلتر، وظيفه اللوباس فلتر بالجزء اللي هنا هو عمليه سموثينج، هذا هنا الفلاتر اللي موجوده اللي عندي حتى انه انا اضمن انه عمليه استرجاع الاشاره باعتبار انه انا ارسلتهم، السيجنالز مالتي كل واحده من عندهم راح تمر بنفس التايمينج اللي موجود اللي هنا عندنا بنفس السايكنايزيشن، تمر يمر للسيجنال الاولى ثانيه ثالثه، هذا وظيفته انه عمليه السموثنج للاشاره باعتبار وصلت هنا انا عندي بلسز، عمليه السموثنج عمليه انه عمليه عزل خلينا نسميه انه حتى ما يصير عندي حاله الاوفرلابينج، وعمليه استرجاع للمعلومات بشكل كامل زين. العينات مالتنا هسه هذه من جاي تمر بعد ما انه وصلت لهنا، طبعا يعني مثلا الفلتر الاول اللوباس فلتر الاول راح توصل لعينات السيجنال الاولى، يعني فرضا العينات خلينا نفترض هذه العينات مالت السيجنال الاولى، هذه العينات السيجنال الاولى زين، الفلتر الثاني راح توصل لعينات السيجنال الثانيه اللي خلينا نفترض انه هذه عينات السيجنال الثانيه، اللي بعده راح توصل لعينات الفلتر الاخير السيجنال الاخيره، خلينا نفترض انه هذه عيناتها اوكي. من وصلت هذه للفلتر بعد ما ان تدخل هذه للفلتر تمر راح احصل على الاشاره مثلا الاولى، احصل على الاشاره الثانيه مثلا، بعدها راح يرجع لي هذه الاشاره الثالثه هالشكل، بين الاشارات مالتي حصلت عليهم زين. هذا هو خلينا نقول المبدا مال انه عمليه شنو التايم ديفيجن مالتيبلكسنج. طيب خلي نشوف المبدا مال نقل الاشارات والعينات مالتنا شلون جاي يصير عندي، يعني اذا اريد انتقل هسه مثلا للسيجنالز بهذا الشكل،
يعني خلينا نفترض انه انا عندي ثلاث اشارات، راح اخذ هسه عينه من السيجنال الاولى، هذه السيجنال الاولى، اخذت عينه من السيجنال الثانيه الاكس 2، اخذت عينه من السيجنال الثالثه، الى ان اخذت عينه من سيجنال الان. هذه كلهن هسه نسميه فريم. الفريم شو تقصد به؟ الفريم هو عمليه اكمال لدوره واحده كامله، يعني اخذ عينه من الاولى، انتقل للثانيه، انتقل للثالثه، للرابعه، الان كمل دوره كامله، هذا نسميه فريم. اذا الفريم هو توتال وان بيريود لاكمال دوره كامله من اخذ العينات، بعدها مره ما كمل راح ينتقل ياخذ فريم ثاني، راح يبدي ياخذ فريم ثاني، بحيث انه راح يكون عندي هذا فريم ثاني باعتبار اخذ عينات من ثانيه، عينه سيجنال ثانيه، لكن عينه ثانيه من سيجنال الاولى، عينه ثانيه من سيجنال ثانيه، اكمل الفريم اللي بعده، هذا فريم خلينا نسميه 2، هذا فريم 1، اوكي، ويستمر بهذا الشكل. هسه هذه العينات هي اللي راح يدزها، هذه العينات الاولى اللي قلنا مثلا هذه هسه الاولى، هذا الفريم الاول، زين يجمع لي اياهم كلهم الفريم الثاني وهكذا الى ان يكمل لي اياهم كلهم، زين يتم عمليه الارسال. بعد ما تم عمليه الارسال راح بعدين يوصل لهنا للديكوموليتر اللي وظيفته انه عمليه عزل العينات كلهم، زين، وبعدين عمليه امرارهم كل وحده بالفلتر مالتهم باللوباس فلتر على مقدار قيمه الباندويث. طيب هسه هنا عندي اذا اريد احسب مقدار قيمه الباندويث، فنقول اذا المينيمم، مينيمم باندويث شو راح يكون عندي اللي هو W، هنسميه مينيمم، راح يكون مساوي الى، طبعا كل واحدة من هذول انا من ارسلها، هذه ارسلها بالدبليو الاول، باندويث الاول، هذه بالدبليو الثاني، هذه دبليو الثالث، هذه دبليو ان، اوكي، اللي هو كل واحدة لها باندويث خاص بها، فراح يكون دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد دبليو 3 زائد دبليو ان، اوكي، صار عندي بهذا الشكل. اذا نقول مقدار قيمة الدبليو المينيمم باندويث مالتنا راح يكون مساوي الى مجموع سيجما اي تساوي لي 1 الى مقدار قيمه الان للاوميجا اي، هذا هو هنا يعطيني مقدار قيمه الباندويث الكلي. اذا هذه الفكره هسه مالتنا، الفكره القائمه على انه استخدام مبدا التايم ديفيجن ملتيبلكسنج اللي هو التقسيم على اساس الزمن، انه انا عندي اكثر من سيجنالز ارسلهم على ضوء هذا البلوك دايجرام بهذه الكيفيه.